الحمد لله رب العالمين، الله ربي لا أريد سواه، سبحانه وتعالى جل في علاه، هو أول هو آخر، هو ظاهر هو باطن، ليس العيون تراه، النمل تحت الصخر الصم قدسه، والنحل يهتف حمدا في خلاياه، والناس يعصونه جهرا فيسترهم، والعبد ينسى وربي ليس ينساه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، القائل في الحديث القدسي: يا ابن آدم، إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم، لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم، لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا أتيتك بقرابها مغفرة. وأشهد أن سيدنا ونبينا وقائدنا محمد رسول الله، القائل في الحديث الصحيح: إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، حتى تطلع الشمس من مغربها. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا وشفيعنا وطبيبنا وقرة عيوننا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ما أسرع انقضاء الأيام، وما أسرع تعاقب الشهور. بالأمس القريب كنا نستقبل شهر رمضان، واليوم نحن على مسافة قصيرة من وداعه. أيام تمضي بسرعة كبيرة، والسعيد من اغتنم هذه الأيام، والسعيد من اغتنم هذه الفرصة وهذه المواسم المباركة، فلم يدعها تمر مرور الكرام، بل كان مجدا عاملا مطيعا، يتعب على نفسه ويجد في استغلال كل هذه الأيام. في ليلة 27 كان منظر المصلين يثلج الصدور ويفرح القلوب آهبين تائبين مقبلين إلى الله عز وجل. منظر ولا أروع ولا أجمل. اللهم أدم هذه المناظر
في مساجد المسلمين يا رب العالمين في كل الليالي. لكن يا أحبابنا الكرام، ما إن انقضت هذه الليلة المباركة حتى أعلن الكثير من المسلمين انتهاء شهر رمضان وبداية العيد. رمضان لم ينتهي. في الليلة الماضية كانت المساجد تبكي حرقة وألما على المصلين الذين كانوا فيها قبل ليلة واحدة. أين هم؟ أين ذهبوا؟ هل أعلنوا أم أثبتوا العيد؟ لا نعلم. هل اختزلنا رمضان كله في ليلة واحدة؟ هل أمنا على أنفسنا في هذه الليلة ونلنا المغفرة والعتق من النار؟ لا ندري. أقول لكم يا أحبابنا الكرام أن أبواب الجنة ما زالت مفتحة، وأبواب النيران ما زالت مغلقة، وما زال ذلك الملك ينادي: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر. ما زلنا في أيام العتق من النار، ما زالت قوافل العتق من النار سارية، ما زلنا في شهر رمضان، في شهر المغفرة، في هذا الموسم. المؤمن أيها الأحباب في كل رمضان يعتبره أنه آخر رمضان يأتي عليه، وهو الفرصة الأخيرة له لكي يغتنم، لكي يعمل، لكي يقترب من الله عز وجل أكثر، ولا نكن كأولئك الذين يأتون في بداية شهر رمضان مندفعين متحمسين، لكن حماسهم لا يسعفهم إلا أن تضعف هممهم بعد عدة أيام. يقولون: رمضان القادم إن شاء الله سنكون من العاملين المجدين. وما أدراك أنك في رمضان القادم ستكون من أهل رمضان. رمضان في كل عام يتكرر، لكن الناس لا يتكررون، فمنهم من يدرك ومنهم من لا يدرك. الله سبحانه وتعالى يطالبنا بالمسارعة، يطلب منا أن نستعجل في الخير. الله يقول: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. والله سبحانه وتعالى في سورة الجمعة أيضا يقول لنا: إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا، أي يمشوا بسرعة. لكن عندما طلب منا أن نعمل من أجل هذه الدنيا قال لنا: فامشوا، فامشوا في مناكبها. هذه الدنيا آتية إليك، وما قدره الله لك لن يكون لغيرك، فاطمئن، فاطمئن. لكن الله سبحانه وتعالى يطلب منا أن نسارع إلى الآخرة، أن نتزود، وتزودوا
فإن خير الزاد التقوى. الذي يعلن انتهاء شهر رمضان في ليلة 27، ما هو إلا كمتسابق في مضمار قبل نهاية السباق بأمتار. أعلن نهاية السباق وتوقف، لكن قوافل المتسابقين الذين يعقلون هذا السباق ما توقفوا، أسرعوا وسبقوه فكان من الخاسرين، خسر خيرا كثيرا. والذي يعلن انتهاء شهر رمضان في ليلة 27، ما هو إلا كتاجر عمل في موسمه يوما واحدا وأغلق دكانه وعاد إلى بيته أدراجا. الناس يبيعون ويشترون ويربحون، وهو اكتفى بما نال في يوم واحد. ربما يضحك عليه أقرانه وجيرانه وأصحابه، لكن في النظرة الحسية والمرئية ربما ندرك الفرق بين هذا وذاك، لكن في النظرة الأخروية لا يدرك هذا المعنى إلا من نور الله سبحانه وتعالى قلبه، فيدرك أنه خسر الكثير إن توقف، وخسر هذا الكثير إن أحجم عن العمل وترك أياما من هذا الموسم لم يعمل بها ونام فيها. النبي صلى الله عليه وسلم عندما كان يصعد المنبر أتاه جبريل وقال له: يا محمد، من أدرك رمضان ولم يغفر له فبعدا له، قل آمين. فقال آمين. إن لم يغفر لنا في رمضان يا أحبابنا، إن لم نغتنم هذه الأيام الفاضلة الكريمة، فمتى نغتنم؟ نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من أهل رمضان لا أن نضيع منه دقيقة ولا ثانية ولا يوما ولا ليلة. في هذا المسجد اليوم ليلة 29 سنقوم الليل ونصلي التسابيح ونصلي ما تيسر لنا. ربما تكون ليلة القدر من أول ليلة في الوترية، المثبطون على حواف الطريق إلى الله يثبطون الناس. دخلنا العشر يا فتاح يا كريم، وإذ بفلان وفلان وفلان. ليلة القدر كانت ليلة 21، ناموا خلاص ما تستفيدوا شيء. ومن قال لك؟ في ناس صدقوا خلاص قالوا ما نستفيد شيء، في ناس ما صدقوا. فأتت ليلة 25 فخرج أناس جدد، تواترت رؤى الصالحين أن ليلة القدر هي في ليلة 25، فتناقص العدد، في ناس ثانيين صدقوا. ثم تأتي ليلة 27 التي هي قاسمة الظهر لمن يريد أن ينام، قالوا إنها ليلة القدر. صوروا لنا الشمس ما بعد من أي سنة وبثوها على الواتساب وفي مواقع التواصل الاجتماعي، كانت ليلة القدر في ليلة 27. يا معشر المسلمين ناموا. أحبابنا الكرام، الرسول يقول: التمسوها في الليالي الوترية من العشر الأخير. ما انتهت الليالي الوترية ولم ينتهي رمضان
وأولئك المثبطين الذين يكذبون على الله ورسوله الذين ينشرون هذه الأفلام وهذه الترهات ما يريدون إلا تثبيط المسلمين وإفراغ المساجد من روادها ومن المصلين. وللأسف كثير من المسلمين بحاجة إلى كلمة واحدة، رايح الجامع شحط بس بده واحد يقول له تعال معي. إلى أين تذهب؟ إلى الجحيم؟ نحن نذهب إلى روضة من رياض الجنة، نذهب إلى بيت من بيوت الله عز وجل. ما ينبغي لنا أن نلتفت إلى هذا وذاك. ما زال الموسم مستمرا وما زال رمضان في أوج عطائه، فلله في كل يوم عتقاء من النار. وما أدراك أنك اعتقت في الليلة الماضية أو التي قبلها؟ ما زال في الأمر ساعة أيها الأحبة، فلنعد ولنجتهد فيما بقي من رمضان. نسأل الله تعالى أن يجعلنا من أهله. أقول قولي هذا وأستغفر الله.